ان شاء الله تبقى عالي العال وتروح بعالي، ونعملوا لها ليله كبيره لوجه الله. لا يا هارون، متشكرين بكفايه انا. ان شاء الله تخف وهنعاودوا لبيتنا، وربنا يسامح اللي كان السبب. هي ما رحتش الشياط دي اما العيش اتحرق اما العيش اتحرق يما اما في ايه يما في ايه يما مالك يما وايه اللي جرالك ارتحت دلوقتي لما بنت خالك كانت هتروح فيها؟ ماليش انا صالح، حد قال لها تعمل الهباب اللي عملته دي؟ ما هو كله بسببك. فيه راجل يلقى واحده تحبه الحب ده كله ولا يسالش فيها يا ولدي؟ مش احبها انا الاول؟ اها ناقصها ايه عشان تحبها؟ وبعدين يما بزياداكي، يعني اهمل البيت وهج عشان ترتاحوا مني؟ لا تهمل البيت ولا تهج، بس لو ما عاوزش بنت خالك خلاص شوف عروسه غيرها. مين قال لك ان انا عايز اتجوز؟ يعني عاجبك حالك؟ عاجبك لفك ودورانك ورا الحريم في الموالد؟ ايوه يما ما تصدقيش الكلام ده. يا ولدي بزيداني اللي حصل لاخوك الله يرحمه وحسره قلبي اللي انكوى عليه بدري. عاوز افرح بيك، عاوز افرح بعيالك قبل ما يقون الاوان. السلام عليكم. شدوا حيلكم شويه يا رجاله، عاوزين نخلصوا. الله ينور عليكم، شدوا شويه، خليك هنا كمان. واقفه تعملي ايه هنا يا مرض؟ اشم ريحه الحبايب وتنظف الهوا في صدري. ليه ورايح؟ ما عتشميش غير ريحه الصفونيه وبس، وان شاء الله تكتم على نفسك. تكتم على نفس الغربان اللي بتعشش في غير ديارها ان شاء الله. قول يا مرض روحي. يجد الظالم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه، ما تعرفش حاجه عن الحاج رضوان وشعبنا؟ بيقولوا قاعدين في اسكندرية عند قرايبهم هناك، كل عيلة خدت لها شقة. يا ابويا الله يكون في عونهم، دول بيقولوا زي الشجرة اللي اتقطعت من جذورها. مالك يا ابو حسن؟ حاسس كأن حجر كاتب على نفسي. سلامتك، اقفل الدكان خش ارتاح في البيت. الراحة اللي بتتكلم عنها دي الاقيها جوه البيت ولا بره البيت؟ قوم اتوضى والحق صلاة المغرب. حاسس كأن ربنا مش قابل صلاتي. لا اله الا الله، ما انت معاوزش ترحم روحك بشهادة الحق اللي معاوزش تقولي عليها.
نبي سلام عليكم.